نريد منكم نصيحة لما يحصل في مواقع التواصل هذه الأيام مما يعرف بالصداقات بين الرجال والنساء، فتضيف المرأة الرجل وتحصل مراسلات بدعاوى دعوية في أولها وآخرها فتن، والله المستعان. نعم صدقت. قال الله عز وجل: لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان يتدرج بأهل الإيمان خطوة خطوة، ومواقع التواصل هذه جلبت شرا عظيما. فكم من تقي صالح صار مفتونا، على حد قول الشاعر: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بعابد متنسك، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق دين محمد. فهذه الفتن التي ربما تستهوي بعض الناس في بدايتها لكنها تعلق بالقلب وتكون غراما، فعلى عموم الشباب والفتيات الحذر البالغ من مواقع التواصل هذه، إلا من أنس من نفسه دينا قويما وخوفا من الله وتقى، ولجأ إليها من أجل الدعوة إلى الله وبث العلم ونشره ومصارعة أهل الشر فحبذا. لكن إذا رأيت من نفسك ضعفا وأنست خوارا وأصبحت تتخبط في تلكم الصفحات وطلب الصداقات بدعوى أنك تريد أن تنشر الدعوة، فتجد نفسك تناصح فتاة وهي تحاورك وهكذا البدايات، فما أقبح النهايات. يا عبد الله لا تغامر بدينك، إياك، دينك رأس مالك، عزك يا أخي وشرفك يا أخي وسعادتك يا أخي، لا تزج بها لأماكن الفتن. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، ومن سمع بالدجال فلينأى عنه، يوشك أن يكون خير مال امرئ غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، أكمل يفر بدينه من الفتن وأنت تأتي بدينك إلى الفتن. وكما أخبرتك يبتدئ معك خطوة خطوة، تبتدي ربما بكلام بريء كما يقولون وبعبارات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، والنفوس ضعيفة أيها الإخوة، والقلوب تتأثر لأذنى مؤثر، سيما إذا كان الحوار بين شاب وفتاة، فما ظنكم؟ ولذلك ينبغي أن تكون صادقا مع نفسك ولا تعش وهما وخيالات. أطمئنك يا شيخ، إيماني قوي، وأبشرك أنني لا أهتز، فأنا كالجبل. يؤسفني أن أقول لك أنك تكذب، فمن خاطب امرأة وقال أنني لا أتأثر دون خطاب له حاجة شرعية، كما يتخاطب في الإفتاء أهل العلم في أجوبة الناس، فهذا خطاب له حاجة شرعية، فالحديث ليس حوله. من خاطب لغير ذا مما سمحت به الشريعة الغراء ويزعم أنه لا يتأثر فإنه كاذب، وخلق الإنسان ضعيفا. فيا عبد الله اتق الله واترك هذا الأمر، بل أنصحك بإبعاده تماما، فمن أسباب السلامة أن تقطع دابر هذا البلاء، لأنك كلما أبقيت هذه الصفحات لا تزال رحى المعركة قائمة. ادخل، لا تدخل، ادخل بس، ادخل قليل، ادخل قليل، شوف قليل، شوف الموقع، شوف الصفحة هذه، انظر كذا، انظر كذا، انظر كذا، ما تدري إلا وأنت قد دخلت إلى ما كنت قد حذرت منه. ثم بعد ذلك أيضا يعلمك الغش والخيانة، وكم من بيوت قد تهدمت
بسبب هذا البلاء. فعلى عموم الإخوة والأخوات الحذر التام، ما في لا صداقات ولا تواصلات، بل الواجب أن يتقى الله عز وجل، والواجب الحذر التام. فإن فتنة النساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهي أخطر الفتن. ولقد تكلم كثير من الفضلاء عنها ومن العلماء عنها. قال بعض السلف: لو استأمنوني على أموال الدنيا لوجدت نفسي عليها أمينا، ولو استأمنوني على أمة سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينا. انظر إلى عظم هذا الأمر وخطورته. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. فاحذري أيتها المسلمة واحرصي على الحياء التام الذي يجعلك في منأى عن مثل هذه التواصلات، ولو بدعوى أنها دعوة وتناصح. لا، هذه ضحكة شيطانية وخدعة إبليسية. ثم بعد هذا فالأمر كما قد قال الشاعر: تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها، من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فلتحذر أيها الشاب وأيتها الفتاة من أماكن التواصل والفيسبوك والبلاء الذي حل بنا، وعش طيبا كي تمت طيبا بإذن الله عز وجل. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.